السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوم طارق جواد عدنان من الصف الخامس. اليوم راح نسوي تجربة علوم نحتاج فيها لخمس أشياء. خلينا نبدأ. أول شيء راح نحتاج إن خمس أشياء: صحن، مي ملونة، وشمعة، ولاعة، وكاسة فضة. أول شيء راح نسويه صب المي ملونة كبيت صراحة نطول السمعة نحطها بالنص ونولع. جينا نجيب الكاسة نحط نص السمعة، السمعة والماء فاتت جوا الكاسة. السبب إنه السمعة سحبت كل الأكسجين وطلعت كل ثاني أكسيد الكربون. هيك نكون خلصنا تجربة اليوم. كان معكم جواد عدنان تحت إشراف الأستاذ أحمد عبد الحميد. سلام.